As tensions escalate between Israel and Iran, Israel formally launches the Eitam spy plane, and Iran conducts long-range ballistic missile tests. InfoLive TV CEO Olivier Rafowicz discusses the issues. أولا أود القول أن دولة إسرائيل لا تود الحرب مع إيران، أن دولة إسرائيل لا تسعى ولا تريد الحرب والنزاع مع إيران، بل أود القول أنه ليس لدينا أي شيء ضد الشعب الإيراني والدولة إيران. وأذكر هنا في الجزيرة أنه في الماضي كانت لدينا علاقات جيدة جدا أكثر من ودية بين الشعب الإيراني والشعب الإسرائيلي. المشكلة لإسرائيل هي إذن ليست هذه أو تلك المناورات، بل هي أن إيران تريد الآن واليوم أن تستمر في برنامجها العسكري النووي، وهذا يشكل مشكلة للمجتمع الدولي برمته. وفي هذه الحالة وبالتأكيد أننا ننظر ونسمع وحالنا حال بقية المجتمع الدولي، نجد أن الدول حتى الدول العربية هنا في المنطقة قد صوتت لصالح القرارين اللذين صدرا حول البرنامج النووي الإيراني، ونعمل أنه عن الطريق الدبلوماسي سنتوصل إلى حل هذه المشكلة. يعني تكمن المشكلة والجميع يجمع لأنه لابد أن تكون لها كل هذه المناورات التي نشهدها من قبل الطرفين على علاقة بالعرض الذي قدم، عرض الحوافز إلى إيران، وربما أن هناك مفاوضات غير مباشرة في هذا الإطار. ولكن لنبقى في موضوعنا، لو أن هذه المناورات لا تثير قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لما كشفت إسرائيل هذا اليوم عن طائرة تجسس جديدة، أليس كذلك؟ لا، كلا، بالتأكيد كلا. تعلمون أن دولة إسرائيل هي دولة من الناحية التكنولوجية قوية جدا، وأننا نعلم بين حين وآخر نثبت للعالم إما عن طريق المعارض الدولية للدفاع، ونعرض فيها مختلف أنواع الطائرات مثل الطائرة التي عرضناها اليوم التي طورتها الصناعة الفضائية الجوية الإسرائيلية، وأن هذا يتجاوب ويبين أنه ليس هناك لدى إسرائيل رغبة أو إرادة بأن نتوجه نحو حرب ضد إيران. هذا حقيقة خارج تفكيرنا.